المشكل اللي صرا راهي عندنا دي مالات بزاف اوبيري، صرات لينونداسيون هذه، تصبت الامطار غزيره صرات لينونداسيون، اللي كملنا سيقنا البلوك راح ندخلوا المريض، المريض راح ندخلوه للبلوك، المريض هذا راح ندخلوه للبلوك. جاو زوج حالات مستعجله، الحالات مستعجله اكثر منه، دخلوه بنت لهم كيفاش المريض تاعهم يدخلوا قبل وناس جا قبلهم، وهي حالات مستعجله دخلوا كسروا الدنيا في البلوك، كسروا لي سال كونسلطاسيون. كاين اطباء صغار ديجا بداو تيروريزاوهم بالاسلحه البيضاء. لقد فوجئ الطاقم الطبي بتهجم بعض الشباب الطائش تحت تاثير الخمر والمهلوسات على الفريق المناوب، وبطريقة أرعب الجميع لدرجة تجرأ واقتحام قاعة العمليات، والأطباء كانوا بصدد إجراء عملية استعجالية عندما مدير المناوبة يسمح لنفسه بمغادرة مقر عمله بمصلحة حساسة جدا، لا سيما ويعلم أنها تتكفل بالمصابين المحولين إليها استعجاليا سواء نتيجة حوادث مرور أو اعتداءات خطيرة من ولاية قسطنطينة والولايات المجاورة. ولذلك فإن الإدارة تعتبر هذا التصرف هو استهتار بأرواح الناس نتيجة انعدام الضمير المهني، وبالتالي لا نتسامح مع أمثال هؤلاء، وقد تم اتخاذ إجراء التوقيف الفوري لهذا المدير.